فكرش كده وبس طلب انت قصدك بقى نفس الفرق يعني ما فيش قرارات ممكن مختلفة بين حضرتك أفراد دول نفس عقلية أصلا. هو بيقول إن الفاريشن ممكن أوصل على الفاريشن ده أوترونز أو بره يعني إيه أوترونز؟ يعني إيه أوترونز؟ أوترونز معناها إن بيدور نفس الجين ده في الإنسان زي ما بس ده فكرة مختلفة. تمام. ده اسمه أوترونز. أنا لو إن في نسختين من الجين ده. كل واحد فيهم بيأدي وظيفة الفاريشن بقى الفاريشن ده ممكن يكون نفس الجين بس في الأوس لوك الموجودة في الفاريشن بيكون منه أصول زي مثلا قلنا لو العين موجود على تحت الجبهة موجود في الكسالة عندنا جين خاص بالحاي بيتا في فاريشن منه في منه لزق في منه الأخضر في منه العسل في الإنسان الفاريشن هو كده يعني نفس الجين بيأدي نفس الوظيفة نفس الوظيفة بس أشكاله دي الفاريشن نفس الفرق انما في كائن تاني خالص اوزلوك في نفس الكائن في نسختين منه طيب ده اسمه مرض طبعا ده اقرب من التطور بتاعي بس انت عشان ما تتسربش لما تشوف ان في كائنات كتيره انت عارفين مصطلحات المصطلحات المظبوطه عشان اللي بيقولوا في عليها لما انا لقيت الفوكس بيكون في الانسان نفس الزبرا فيش ده اعتقد اوزلوك ولا مرة برافو عليك طيب لما لقيته في الانسان بس فيه اربع خمس اشكال منه ده يعتبر ايه؟ برونز لا مش برونز فريش منه اشكال كتير لكن لو في منه اثنين في نفس الفرد اثنين بس ده بيأدي وظيفه ده بيأدي وظيفه يبقى هذه برضه. انا حاسس الدنيا حمرا ولا ممكن نفتح ماشي انا بس هنسجل ماشي في بقى طبعا العمل في سيرش برضه موجود هنا عايز اطلع بعض بالنسبه للاكسون هو الاثنين جين كان منه هو نفس الجين موجود بس كان مختلف صح؟ نفس الجين نفس الجين نفس الجين بس الفانكشن مختلف او الفانكشن مختلف نفس الجين نفس البروتين كل حاجه بس انا يعني لما جيت قريت من المصمصه زي فوكس بتوب والفوكس بتوعه سبايندا او بدايتها كده بدايه الجين خالص مختلفه تماما صح سيكونس بدايه ما انت بتشوف ده في السيمولات دي بقى عمليه برامج زي ما تشوف سيمولات كام بس هي اكيد مفيش كلام انا حتى ما خدش 85% ما عندناش السيمولات شبه ترى ما خدش هو مش شبه بنسبه 100% لا في اختلاف في السيكونس بس نفس شكل البروتين بيبقى هو بيعمل نفس الوظيفه يعني الفكره ان البروتين اللي بيجي من الاثنين هو نفس الوظيفه. نفس الوظيفه بيعملها هي نفس شكل البروتين بقى الدي برضه. البروتين بيعدي 75% من نفس السيميلاريتي وبيعدي 75%. البروتين بيعدي 30 40%. هنشوف الكلام ده كله في السيكونس بتاعي. ماشي؟ وظيفه الاثنين كانت نفس الوظيفه. هنا جاي لك الفاريانت بتاعته وصف في الكائنات المختلفه زي ما قلت نفس الكلام اللي احنا حصلنا عليه من وبرضه بتقسمها مجموعه من التابس والوظائف والكلام ده كله في الفوكس بيتو في الاي اي وكمان بيجيب لك ان حتى الاستراكشر بتاع البروتين ده ايه؟ فهمتني الناس ايه الاستراكشر؟ طبعا هاخد الدولاب على الحاجات دي واعتقد على كل الحاجات وكمان طبعا الفيشن اللي هو الابحاث المنشوره على الموضوع ده فين؟ والبحث ده هو الابحاث المنشوره عليه في مجموعة تانية من الأوبن ريسورسز زي الموجودة في الـ EBI زي الإنسامبل وزي الـ NetBot والـ PDBD والـ InterGroup هناخدها في مجالات لكن هو بشكل عام في داتا بيس مشهورة الـ EBI و كل واحد بيحب يستخدم قاعدة البيانات الأفضل بالنسبة له وبيحس فيها ان هو مستريح في الشكل بتاعها ويعمل فيها سيرش كويس وفيها كل واحده زي ما قلنا فيها تونز غير الثانيه لكن انت في النهايه هتوصل غالبا لنفس الرزق ايوه بس كل واحد بيفضل حاجه في حد واحد بيفضل الشكل ده كان لو كان سي اي في واحد بيحب يفضل الشكل الروتي بتاع الاي اي لكن الحلو هو التونز بتفرق في تونز هنا موجوده هنا مش موجوده هنا غالبا الانفورميشن بتبقى واحده لكن التونز اللي هي التونز اللي هي البرامج بتشتغل بيها هنا تبقى مش كل واحد ليه كوبي رايت في البرامج معينه. سبيشالايز داتا بيز زي اللي احنا قلنا دي مجموعه داتا بيز فيها سبيشالايز للانسان في داتا بيز بس خاصه بالانسان. داتا بيز خاصه بالطماطم.
انت بتخسر الفيروسات، انت بتخسر البكتيريا، ممكن كمان في الصويا بين مثلا، صور الصويا يعني كنت بتطلع بعدين تخسر، بس اسمها سبيشالايزد داتا بيز. الاثنين اللي انا اتكلمنا عليهم ليهم اي وي والانسي اي دول بعض بلد فيها كل الكائنات اللي فيها كذا طبعا. انما سبيشالايزد يبقى في قواعد بلد خاصه بالكائنات زي مثلا بلازموديوم في قواعد بلد خاصه بيه مثلا بلازموديوم. زي كده في سنجر دي سنجر اللي هو دي انتوا فاكرين الشركه الخاصه اللي في مشروعين مشروع عام مشروع خاص مشروع عام او الناس بابليك داتا بيز اللي هي زي اللي انت مكتوب عليها اسمها بابليك داتا بيز. في حاجه سبيشاليز داتا بيز زي بتاعت سنجر اللي كان بينافس الحكومه زي ما انت بس فيها تولز وحاجات فري جميله جدا. هيباتايتس سي في لها داتا بيز خاصه بالناس مش عارف الفيروس فيه والحاجات دي. انفلونزا فيها داتا بيز خاصه بيها بس اي حاجه خاصه بيها هتلاقوا منها كتير موجود في البابليك داتا بيز. بس لو انت عايز سيرش في الانفلونزا بس ما ينفعش تعمل حاجه ثانيه. يبقى في السمري انت عندك انت لارج داتا امونت اوف داتا موجوده في الانترنت زي ما شايفين. البرايمري داتا بيز بتخزن السيكونس بس. السكند داتا بيز بتخزن السيكونس بتحط عليه انوتيشن اللي هي المعلومات اللي انتوا شفتوها الابحاث اللي نزل عنه والمعلومات اللي انتوا اكشن اللي انتوا شفتوها. لكن اهم حاجه ان انت تبقى عارف فين وازاي المعلومات دي متخزنه. انهي شرط بيانات؟ شفت ان اكبر قاعدتين بيانات الناس بتستخدمهم انسي اي وشفت شكلها ايه؟ هنتكلم عليها دلوقتي والنيو بي اي دول اكثر اثنين بوبولار موجودين عندنا. المحاضره اللي جايه دي هنتكلم على حاجه مهمه قوي هنتكلم فيها على حاجه مهمه جدا هي عباره عن ايه قواعد البيانات بتاعت الابحاث وكيفيه البحث فيها باذن الله. بس هناخد بس انك تتعلموا في الحاجات اللي انتم شفتوها نخش على قاعده بيانات مهمه قوي اللي هي البامب بنت اللي هنخش معاك عشان القاعده بيانات دي قبل اول ما تبداي في البحث بتاعك او في الشغل بتاعك لازم ان انت تعرفي تبحثي عن ابحاث خاصه بهذه القاعده بيانات. هنقفل البامب بنت وناخد بريك نص على القاعدتين دول قبل ما نجهز لكم البامب بنت.